كان أبو نصر الصياد يعيش مع زوجته وابنه في فقر شديد. وفي أحد الأيام وبينما هو يمشي في الطريق مهموم، وكان مغموما جدا لأن زوجته وابنه يبكيان من الجوع، مر على أحد العلماء وهو أحمد بن مسكين وقال له: أنا متعب يا إمام. فقال له: اتبعني إلى البحر. فذهب إلى البحر وقال له: صلي ركعتين. فصلى، ثم قال له: قل بسم الله. فقال بسم الله، ثم رمى الشبكة فخرجت سمكة عظيمة. فقال له: بيعها واشتري طعاما لأهلك. فذهب وباعها في السوق واشترى فطيرتين، وقرر أن يذهب ليطعم هذا العالم الذي هو أحمد بن مسكين. فقال العالم: لو أطعمنا أنفسنا هذا ما خرجت السمكة، أي أنه كان يفعل الخير فقط للخير. وفي الطريق إلى بيته إذا به يقابل امرأة تبكي من الجوع ومعها طفلها، فنظر إلى الفطيرتين في يده وقال في نفسه: هذه المرأة وابنها مثل زوجتي وابني، يتضوران جوعا فماذا أفعل؟ ونظر إلى عيني المرأة فلم يحتمل رؤية الدموع فيها، فقال لها: خذي الفطيرتين. فابتهج وجهها وابتسم ابنها فرحا وعاد يحمل الهم، فكيف سيطعم امرأته وابنه؟ وبينما هو يسير في الطريق مهموما سمع رجل ينادي باسمه ويبحث عنه، فقال له: إن أباك قد أقرضني مالا منذ سنين وأنت وريثه الوحيد، خذ يا بني هذه 30,000 درهم مال أبيك. فيقول أبو نصر الصياد: تحولت إلى رجل غني وصار عندي بيوت وتجارة، وصرت أتصدق بال1,000 درهم مرة واحدة لأشكر الله، ومرت الأيام وأنا أكثر من الصدقات حتى أعجبتني نفسي. وفي ليلة من الليالي رأيت في المنام أن الميزان قد وضع وينادي مناد أبو نصر الصياد: هلم لوزن حسناتك وسيئاتك. فوضعت حسناتي ووضعت سيئاتي، فرجحت السيئات، فقلت: أين الأموال التي تصدقت بها؟ فوضعت الأموال، فإذا هي تحت كل 1,000 درهم شهوة نفس أو إعجاب بنفس، فكأنها لفافة من القطن لا تساوي شيئا، ورجحت السيئات. وبكيت وقلت: من نجاه؟ وأسمع المنادي يقول: هل بقي له من شيء؟ فأسمع الملك يقول: نعم، بقيت له الفطيرتين، فتوضع في كفة الحسنات، فتهبط كفة الحسنات حتى تساوت مع كفة السيئات. فخفت وإذا بي أسمع المنادي يقول: هل بقي له من شيء؟ فأسمع الملك يقول: نعم، بقي له دموع المرأة التي أعطيت لها الفطيرتين. فوضعت الدموع فإذا بها كالحجر، فثقلت كفة الحسنات. ففرحت فسمعت المنادي يقول: هل بقي له من شيء؟ فقيل: نعم، ابتسامة الطفل الصغير، وترجح وترجح وترجح. فإذا بي أسمع المنادي يقول: لقد نجا، لقد نجا. فاستيقظت من النوم فزعا أقول: لو أطعمنا أنفسنا هذا لما خرجت السمكة. العطاء والتسامح ركنان أساسيان من أركان السياسة الإماراتية إقليميا ودوليا، لأن حملة إغاثة الروهينجا تأتي لإغاثة الأطفال والنساء وتؤكد هذا النهج في مواجهة واحدة من أشد القضايا المأساوية في العالم الآن، بل تلفت انتباه العالم وأنظار المجتمع الدولي إلى تلك المأساة الإنسانية. مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم للتسامح وطن. ويسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف جمعية تسافر بل تبحر في العمل الخيري بكل صنوفه، تقدم نموذج رائع ورائد في الصور الإنسانية، كيف تعين أصحاب الهمم وكيف تكرم رموز العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم. يسعدنا أن يكون معنا اليوم سعادة علي بن عباد العبدولي، المدير العام لجمعية الفجر الخيرية. أهلا ومرحبا بحضرتك. حياك الله. الله يسلم سيدي الكريم. ونحن في عام التسامح ما زلنا نبحر معكم في مبادرات التسامح المتميزة لديكم، وحضرنا معكم حفل التكريم الأيتام في يوم زايد للعمل الإنساني، ووجدناكم تكرمون مجموعة من الرموز من الوافدين في الدولة، فلماذا تكرمون هؤلاء الخمسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ وائل، دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أن أسسها المغفور له الشيخ زايد، ونحن يعني بدأت هذه الدولة بيد التسامح مع الإنسانية. وحقيقة قلما يعني يحصل في دولة الإمارات إلا وتجد من مؤسسات أو من ناس أو من مواطن أو من مقيم إلا وهم تعلموا هذه الأسس التسامح مع أنفسهم أولا، ومع الناس المقيمين معنا، ومع العالم الذين يعيشوا بينهم. وحنا في جمعية الفجر الخيرية، وأنت أظن حضرت معنا، نعم، في حفلنا، أحببنا أن نتميز مجلس إدارة برئاسة معالي سعيد محمد الرغباني وأعضاء مجلس إدارة
والأخوة الإدارة التنفيذية، أردنا من ذلك أن نقيم هذا الحفل ليس إلا للمواطن أو إنما للمقيم لدينا الذي قدم لنا خدمات جليلة ربما الكثير منا لم يلمسها، ولكن نحن كمجتمع في دولة الإمارات وفي الفجيرة لمسنا هذا العطاء وهذا ما قدمه هذا الأخوة، واخترنا مجموعة وبحضور سمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أحببنا أن نكرم مجموعة من هؤلاء الذين أقاموا وقدموا لمجتمع الإمارات أشياء يعني نستطيع أن نقول خدمات ربما قليل منا أن يقدمها منهم الأخوة القابلات، والدليل على ذلك أنهم من مختلف الجنسيات، تجد بذلك من الجنسية الهولندية، تجد من الجنسية الألمانية، تجد من الجنسية البريطانية والجنسية الهندية. أنت ترى أن هناك من الجنسية الهندية الأخ اسمه شريان ساجي شريان، هذا قدم يعني حقيقة نموذج كبير للتسامح، وهو من الديانة المسيحية قدم ما لا يقدمه أحد غيره من الديانات، إفطار يعني ألف صائم يوميا إفطار صائم وإقامة مسجد، أقام مسجدا ل1200 مصلي، هذا يعني وبناه على حسابه الخاص، ومن ثم أقام إفطار صائم، يعني هذا دليل أن دولة الإمارات على تمشي على خطى التعامل مع الإنسانية والتسامح مع الإنسانية بشتى الطرق، سواء الديانات أو اللغات ومختلف اللغات، نحن لا نريد أن نزايد على ذلك، وإنما المقيمين لدينا عندهم أدلة حقيقة تثري المجتمع بأمثلة رائعة نستطيع أن نفتخر بها، أنه إحنا كمواطنين وكإنسانيين في دولة الإمارات نستطيع أن نفتخر بهؤلاء الذين قدموا خدمات جليلة لمجتمعنا، وإحنا يعني حقيقة نشكرهم جزيل الشكر كذلك أنهم عاشوا بيننا وقدموا لنا الخدمات هذه، ونرجو الله حتى على المزيد. نحن اخترنا هذولا كنماذج، هناك نماذج كثيرة، وسنكرم إن شاء الله قريبا السنوات القادمة مجموعة من هؤلاء، يعني احنا اخترنا هذولا لأنهم قدموا خدمات سابقة، ولكن هناك من أدلة عندنا منهم قدموا خدمات أكبر من ذلك، ونستطيع أن نقول لك إن شاء الله ستحضر معنا المرة القادمة ونقدم أدلة ونماذج من هؤلاء الأشخاص المقيمين لدينا لدولة الإمارات في مجتمع الإمارات، وكذلك من مواطني الإمارات الذين قدموا كذلك خدمات جليلة لمجتمعهم وللمجتمعات الإنسانية الأخرى، نستطيع أن نقدم كنماذج بإذن الله تعالى. هذه لفتة رائعة يعني بادرة غير مسبوقة تقدمها جمعية الفجيرة الخيرية في تسليط الضوء على هؤلاء وتكريمهم. نقول لهم شكرا على ما قدمتموه، شكرا على ما أسهمتم به في بث روح التسامح داخل الوطن. هذه أيضا لفتة لكل مؤسسات الدولة أن تنظر إلى هؤلاء الذين عاشوا بيننا وأعطونا وساهموا بدون بغض النظر عن الدين أو الجنسية أو اللون أو العرق. هذا هو التسامح بمعنى الأمثل. أيضا أسهمتم مع أصحاب الهمم وتساهمون دائما سواء في عام الخير أو عام زايد أو عام التسامح بمبادرات غير مسبوقة. أيضا لكم في هذا العام شأن مع أصحاب الهمم، نريد أن نتعرف عليه. أنت تعرف أن لدينا اتفاقية مع وزارة تنمية المجتمع حول موضوع الاهتمام بذوي الهمم، ونحن من فترة من تقريبا سنتين ونحن نشتغل على مسح ميداني حول أعداد المتوفرين عندنا من أصحاب الهمم، وجدنا أن هناك 621 هم بحاجة إلى من نقدم لهم ونساعدهم، فاخترنا منهم عينة مجموعة من أصحاب الهمم وقدمنا لهم المساعدات، ربما قد يمكن القليل لا يصدق أن نحن نذهب إليهم إلى بيوتهم ونقدم لهم هذه الأجهزة التي نستوردها من خارج الدولة، ونحن لدينا في هذه السنة حوالي 200 لحد السنة هذه نهاية الشهر هذا حوالي 200 تقريبا و35 حالة تمت مساعدتهم في منازلهم، وكذلك ليست مساعدتهم بأجهزة إنما مساعدتهم بنواحي تعليمية. تعليمية كيف؟ إن إحنا البرامج اللي نقدمها كأجهزة إلكترونية لمن يستطيع أن يستخدم الجهاز ويستطيع أن يتعلم في الأنظمة الإلكترونية، كذلك نقدم لهم هذا الجهاز هدية لهم، وكذلك نساعدهم بأن نجيب مختصين سواء كان من مراكز ذوي الهمم أو سواء كان من لديه خبرة في الميدان المجتمعي لخدمة هؤلاء الأفراد، نحن نستطيع أن نعينهم معنا كمتطوعين يذهبون إلى منازلهم ويتابعون هؤلاء أولادنا وبناتنا اللي هم بحاجة إلى مساعدة، وربما يحصل كثير من هؤلاء الأبناء والبنات
لا يوجد لهم من يرعاهم في بيوتهم، واحنا الحقيقة نستطيع أن نقدم لهم ما يعني ما نستطيع أن نقدمه من خلال المحسنين الذين يمدوننا يعني بالأموال ويمدوننا سواء بأي شيء يمدوننا، نستطيع أن نذهب إلى هؤلاء ببيوتهم ونقدم لهم. يعني هؤلاء حقيقة يعني فعلا بحاجة إلى مساعدة. وجدنا منهم كذلك منهم الأذكياء ما شاء الله، يستطيعوا أن يقدموا ما لا يقدمه الأسوياء طبعا. وهؤلاء حقيقة يعني احنا يجب أن قيادة دولة الإمارات مهتمة بهذه الفئة، ونحن يجب أن نقف مع قيادتنا في اهتمام بهذه الفئة، وهم جزء منا وجزء من المجتمع. ونحن نستطيع يقول لك أن الجمعية للآن مستمرة في عطائها مع هؤلاء. العطاء مختلف. نعم. علي. نعم. الكل يعطي للأيتام أو معظم الناس تعطي لأصحاب الهمم أجهزة لإسعادهم. نعم. ربما يكون عليها ألعاب، ربما يكون عليها ما يلهي الأطفال، لكن أنتم تضعون على أجهزة التابلت أو الأجهزة المعنية اللي بتذهب للأطفال برامج متخصصة. نعم. في تعليمهم أشياء معينة تجعلهم من أصحاب الخبرات التي ممكن أن يكسبوا منها بعد ذلك. نعم. كالدورات التعليمية والمهارات. نعم. المكتسبة من خلال تلك البرامج، هذا مبادرات رائدة في. نعم. هذا المجال. الحمد لله. أيضا مبادرات أخرى في عام التسامح تحبون تسليط الضوء عليها؟ والله في عام التسامح نحن عندنا سقيا الماء، وسقيا الماء ينتهي إن شاء الله شهر رمضان، وإحنا مستمرين فيه شهر 6 و7 و8 و9. نحن عندنا مشروع سقيا الماء، وهذا سقيا الماء مشروع كبير على مستوى الدولة، مبادرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس وزراء حاكم دبي بمشروع سقيا الماء. نحن أخذنا باعتبار عندنا مشروع حفظ النعمة من 2004، ونحن حقيقة نستطيع أن نكون مكملين لهذا المشروع، ونستطيع أن نطور في هذا المشروع بتقديم الماء في فترة الصيف. أنت تعرف محتاجين لكميات كبيرة من المياه طبعاً. للعمال المقيمين أو في المناطق اللي يتجمع فيها العمال والمناطق اللي يحتاجون لها المياه. ووجدنا كذلك أنه بحاجة إلى برادات، وهذه البرادات نالت من بتوجيهات من معالي سعيد محمد الرقباني رئيس مجلس الإدارة أن نضع هذه البرادات في أماكن يستطيع أن المقيم في دولة الإمارات أو العامل في دولة الإمارات أن يشرب من هذا الماء البارد ومتوفر له في أي مكان. كانوا بيمشوا مسافات طويلة. نعم. حتى يصلوا إلى براد مياه يعني. نعم. يملأوا دلو. نعم. معين أو زجاجات معينة وعودوا إلى سكنهم مرة أخرى العمال. نعم. فترات صيف الآن أنتم تقربون المسافة عليهم. نعم. من خلال تلك البرادات شيء رائع. سبق وقدمنا نحن برادات بما بالتعاون مع هيئة الأوقاف. نعم. هيئة الأوقاف الشؤون الإسلامية نحن بالتعاون معهم مشكورين أن نضع البراداتها في مساجد، والآن نحن نختلف شوية في المناطق، نشوف المناطق التجمعات ونضع هذه البراد في مناطق إن شاء الله قريبا بإذن الله. سترون هذا جميل. المشروع قريب بإذن جميل. الله. نأتي لأهم مبادرات هذه الآونة هذه الأيام. نعم. حملة إغاثة الروهينجا الأطفال والنساء التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة. نعم. المشروع هذا مشروع أطلق يوم الأربعاء بتوجيهات قيادة العام قيادة الدولة الإمارات إلى هيئة الهلال الأحمر، ونحن بالتعاون مع المؤسسات الخيرية ونحن معهم في 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 مساعدة الإنسانية على مستوى العالم. وحقيقة دولة الإمارات هي السباقة في هذا في مثل هذه المشاريع التي قد تكون قليلة من الدول اللي تهتم في الإنسانية. وأطفال ونساء الروهينجا هم يعني دولة الإمارات يولون اهتماما بهذه الحملة، وبالتعاون مع 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 أبناء المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات أن يهبوا لمساعدة أطفال ونساء الروهينجا، لأنهم هم إنسانيين. إحنا في دولة الإمارات إنسانيين، وإحنا أولى بأن نقوم بمساعدة هؤلاء حقيقة. ونحن في جمعية الفجيرة الخيرية نمد يد العون ونمد يدنا بجانب هيئة الهلال الأحمر بدولة الإمارات لتقديم كل ما نستطيع أن نقدمه لهذه الحملة، سواء كذلك وضعنا قائمة للمتبرعين على أجهزة الأنظمة الموجودة لدينا في الجمعية بجميع المراكز وجميع المناطق المتواجدين فيها المناديب الجمعية، والجمعية مفتوحة كذلك لكل من يستطيع أن يقدم يد العون لهذه الحملة، حملة أطفال ونساء الروهينجا اللي أقامتها دولة الإمارات. وهذه حقيقة يعني مبادرة إنسانية عظيمة، ونحن في شهر فضيل وفي الشهر 10 الأواخر من رمضان نستطيع أن نقدم ما لا يستطيع أن يقدمه غيرنا لهؤلاء الناس. نعم. وهم فعلا محتاجين. هؤلاء الناس ينتظرون منا الطعام، ينتظرون العلاج، ينتظرون المساعدة، ينتظرون السكن،
ينتظرون أمور كثيرة. فدولة الإمارات حقيقة جزاهم الله خير مشكورين على هذه المبادرة، ومشكور هيئة الهلال الأحمر على هذه المبادرة، ونحن معهم بإذن الله. نشكركم الله. شكرا جزيلا عفو. ونذهب إلى سؤال الحلقة وإلى المشاهدين. مشاهدينا الكرام، هذه المبادرة لمليون ومائتي ألف لاجئ من لاجئين من الروهينجا. وسؤال حلقة اليوم مشاهدينا هو: أذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أن تكون في عون العبد وأن تستره وتيسر عليه. أذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أن تكون في عون العبد وأن تستره وتيسر عليه. اليوم معنا جوائز متميزة 500 درهم نقدا ورحلة عمرة. مشاهدينا فاصل قصير ونعود بعده، نتلقى اتصالاتكم من خلال الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة مشاهدينا بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل حلقتنا النهاردة وبرنامج للتسامح وطن، وبنفكر المشاهدين بسؤال حلقة اليوم، وهو: اذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أن تكون في عون العبد وأن تستره وتيسر عليه. والجائزة عبارة عن 500 درهم نقدا ورحلة عمرة مقدمة من حملة الملبي للحج والعمرة. ومعنا أول اتصال من إبراهيم من العين. أهلا وسهلا إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله تعالى. كيف الصحة؟ الحمد لله رب العالمين. نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان الله في عون كان فيه. العبد في عون أخيه ما كان العبد في عون أخيه. نشكرك أخي الكريم، الله يقدرنا إن شاء الله جميعا. نشكركم، آمين يا رب العالمين. نشكرك. ومعنا اتصال من ميسرة من الفجير. أهلا ومرحبا يا ميسرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجابة السؤال: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يا ميسرة، كلنا بنشوف شكل لاجئين في الروهينجا، كيف نقدر نساعدهم؟ ازاي نقدر نساهم معهم؟ والله بالدعاء، دعاء لهم والتبرع والجمعيات الخيرية. نشكرك شكرا جزيلا، توجيه رائع. أن ندعو لهم أن الله سبحانه وتعالى يخف عنهم، وأنا أتوجه إلى الجمعيات الخيرية وجمعية الفجار الخيرية معنا اليوم، تفتح الباب لكل المتبرعين للتبرع من خلال الرقم المجاني 800-8844، والرقم بيظهر معنا في نهاية الحلقة، في نهاية الدعاء معنا في كل حلقة بيظهر رقم اتصالهم. معنا اتصال من ليلى من الفجيرة. السلام عليكم يا ليلى. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتك، تفضلي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نشكرك يا ليلى على مشاركتك. ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جميل، نشكرك على هذا الحديث وعلى هذا الاتصال. معنا ياسمين من الشارقة. أهلا ومرحبا ياسمين، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. جميل. أختي ياسمين، شعورك كنت بتشوف اللاجئين في الروهينجا وهم مشردين أو بدون مأوى وبدون علاج وبدون طعام؟ والله شعور جدا يعني قاسي يا أستاذ وائل، بس بالنسبة لنا يعني الحمد لله دولة الإمارات ما قصرت بصراحة، الحمد لله. بس بالنسبة لنا إحنا كأشخاص إحنا بنبقى متألمين، وما علينا سوى الدعاء اليوم، ربنا إن شاء الله يسترهم إن شاء الله. وأيضا التبرع حتى ولو مبلغ بسيط ولا تستقل من المعروف شيئا. نشكرك ياسمين على شكراً هذه المشاركة القيمة، بارك الله فيك. ومعنا وليد من الشارقة. أهلا ومرحبا يا وليد.
وليد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل أستاذ وليد. جواب من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على المعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكرك يا وليد على المشاركة معنا. ومعنا عائشة من رأس الخيمة، السلام عليكم يا عائشة، كيف الحال؟ وعليكم السلام، الحمد لله. أهلا ومرحبا، إجابة السؤال هي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس على المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نشكرك على هذه المشاركة عائشة معنا، ونرجع لضيفنا مشاهدينا ونسأل سؤال أخير في حلقتنا النهاردة. هذا هو الستر والعون للاجئين المشردين، ننقل صورة بس للمشاهدين وكيفية التبرع لهذه الحملة. حقيقة الأخوات اللي اتصلوا والأخوة اللي اتصلوا ذكروا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو المعنى الذي تشتغل عليه دولة الإمارات. نحن بما أننا كدولة الإمارات إنسانيين في تعاملنا، يجب أن نحظى بحظ كبير في تقديمنا لهذا بيد العون لهؤلاء. هؤلاء فعلا محتاجين، لولا أنهم محتاجون لدولة الإمارات تقيم حملة كبيرة بتعاون مع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات لتقديم العون السريع إلى هؤلاء. هم بحاجة إلينا فعلا بحاجة إلينا، ودولة الإمارات لا تنظر إلى 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 إنما تنظر إلى هؤلاء مقطع بهم السبل، ليس لهم دار، ليس لهم أكل، ليس لهم علاج، ليس لهم شيء، بدون مأوى. ونحن حقيقة كجمعيات خيرية وبرئاسة هيئة الهلال الأحمر ودولة الإمارات حقيقة حري بنا أن ندعو جميع المواطنين والمقيمين أن يهبوا للجدة هؤلاء، ونحن في شهر فضيل وفي أيام فضيلة، يجب علينا أن نقوم مقام كل واحد، يعني يجب أن يقدم لو شيء بسيط، شيء يسير ربما قد يستر هؤلاء. ونحن إن شاء الله سنكون بإذن الله مع حملة أطفال ونساء الروهينجا إلى أن تنتهي الحملة بإذن الله، وإن شاء الله تكلم بالنجاح بإذن آمين. الله آمين أمين. شكرا جزيلا. نرجع نكمل الصلاة مع المشاهدين، ومعنا تغريد من العين. السلام عليكم يا تغريد. وعليكم السلام، أهلا بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أشكرك يا تغريد على المشاركة معنا. ومشاهدينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود لنكمل هذا اللقاء معكم من برنامجكم للتسامح وطن، فابقوا معنا. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل، ومكملين معاكم ومع سعادة علي بن عباد العبدولي المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية. حابين نوجه رسالة للمتبرعين والداعمين والمشاهدين في دقيقة واحدة. نعم، دعوتنا لأخوتنا المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، لدينا حملة، هذه الحملة حملة الأطفال ونساء الروهينجا، حقيقة يجب علينا أن نلتف حول هذه الحملة وحول يعني التبرع لها، وأن الرسالة التي وجهت إلى مجتمع الإمارات هو مجتمع متسامح، ونحن في عام التسامح. جميل. كنا في عام زايد ونحن في عام التسامح، والإحصائية اللي ذكرتها أستاذ وائل أن دولة الإمارات تسعى أن تنال هي الأولى في مساعدة هؤلاء نعم. والحقيقة يجب علينا أن نركز على هذا الموضوع، موضوعنا موضوع التبرع. جمعية الفجيرة الخيرية صناديقها مفتوحة، النظام الإلكتروني موجود، الاسم موجود، يجب على كل متبرع وكل من يستمع إلينا الآن يشاهدنا نعم. الآن الوقت مضى نعم. وأن يعني يهب بنجدة هؤلاء نعم. ونحن حقيقة على استعداد لتوصيل هذه المساعدة. نجري الصحب أستاذ علي، نعرف مين فاز معنا اليوم بالجوائز. نعم، الفائز الأول اليوم 500 درهم عبد الله السهيل إبراهيم من أبو ظبي. عبد الله من أبو ظبي ألف مبروك، 500 درهم نقدا رحلة العمرة. نعم. من الفائز بها؟
رحلة العمرة فازت بها عائشة أسامة إبراهيم من رأس الخيمة. ألف مبروك يا عائشة رحلة العمرة، نبارك لك الجائزة. شكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. مشاهدينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم للتسامح وطن. نترككم مع هذا الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. للتواصل الرقم المجاني 800-88-44، خدمة الواتساب، الموقع الإلكتروني.